بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعون فيه بعض لحظات. أيوة، دورنا للتربية في المنظومة التعليمية بحثا ومتواصل الارتقاء بأداء المربي البيداغوجي وتحسين مستوى التلميذ. المجتمع المدني بالشمال الغربي ومحاولة تحديد آليات ناجعة وإرساء الحوكمة الرشيدة للتقصي عن الفساد. مشروع تزويد مسجد بالعباس بالغاز الطبيعي، إشكاليات عقارية واجتماعية تحول دون تقدمه. مرحبا مجددا. على أثر توفر معلومات لدى إدارة الاستعلامات والأبحاث الحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بفوشانة من ولاية بن عروس، تم يوم أمس الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 سنة، تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، على علاقة بالإرهابية أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية التي جدت بمدينة برلين الألمانية. وأشار بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الداخلية أنه تبين أن من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العنصر الإرهابي المذكور، والذي بالتحري معه اعترف أنه يتواصل مع خاله عبر تطبيق التليجرام للإفلات من المراقبة الأمنية باعتبارها مشفرة وسرية. وأضاف البلاغ أن الإرهابي أنيس العامري استقطب هذا العنصر لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم داعش الإرهابي، حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة سابقا، كما اعترف بأن هذا الأخير أرسله مبلغ مالي بهوية تخص شخصا آخر عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به. أمنيا دائما، حيث أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم أحكاما قضائية تتراوح بين السجن مدى الحياة وعدم سماع في حق 20 متهما، منهم 3 بحالة فرار و3 بحالة سراح في قضية الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابية. وفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق رسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان صليتي بأنه تم الحكم بالسجن مدى الحياة على المتهمين الذين هم في حالة فرار، من بينهم زعيم هذا التنظيم سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض، والمتهم الأول في اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي أبو بكر الحكيم بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، كما تم الحكم عليهم بعشرين سنة سجنا في جرائم تتعلق بالإرهاب. هذا إلى جانب إصدار أحكام أخرى تتمثل في الحكم بسنتي سجن لموقوف وبثلاث سنوات لموقوفين اثنين وبأربع سنوات لموقوف آخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بالنسبة للموقوفين بين 7 و14 سنة سجنا. وأبرز صليتي أنه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موقوف وشخصين آخرين كانا في حالة سراحة. في موضوع آخر الآن، دور التربية في المنظومة التعليمية مثل المحور الذي دارت حوله مختلف التساؤلات والمداخلات العلمية للحاضرين بالندوة العلمية التي انتظمت بالقلعة الكبرى، ما يضعنا إزاء تساؤلات جوهرية على غرار أي دور للمربي في هذه المنظومة، وما هي الرؤية الإصلاحية الحقيقية في ظل ما يسجل من تراجع في المستويات التعليمية. أي دور للتربية في المنظومة التعليمية؟ وأي دور للمربي في هذه المنظومة؟ وأي سبل للإصلاح؟ أسئلة وأخرى ذات علاقة كانت محور ندوة علمية تم التركيز خلالها عن دور التربية في المنظومة التعليمية. برامج لم تعد لتهتم بالتلميذ وتعد لخصيص للتلميذ، وإنما تعد لأشياء أخرى وتعد لتجارة أخرى أكثر منها أي شيء آخر. هذا ماهوش سهل باش يتصلح في يوم وليلة. هناك كثير من التدخلات، كان الطفل أموره التعليمية مصادره التعليمية محصورة ربما في إطار منظم أكثر، ولكن نشوف هنا ثم تدخلات كثيرة في الانفتاح، الانترنت، المواقع، التواصل، حتى من خلال زياراتي للأقساط نلاحظ حتى أن التواصل أخذت اللغة العربية تتراجع في التواصل، لأنه بالأساس نتواصل باللغة العربية الفصيحة البسيطة السليمة المناسبة للمستوى التلميذ. نحب يكون معلمي يحبني وديما مهتم بي ويقرب البيه، يفهمني كي نفهم كي مفهمش حاجة يفهمني ويسيس.
تراجع مستوى التلميذ اليوم حقيقة صادمة مقارنة بمستوى تلميذ الستينات والسبعينات، وهو ما ينعكس على الكفاءة، والإصلاح خيار لا ثانية له وفق أسس معينة. التشخيص يقف على نقاط القوة في الوضع الحالي للمنظومة التربوية، وأيضا على نقاط الضعف والنقص في المنظومة التربوية، على أن يقول ما بهذا أخصائيون في المجال، يعني لابد من رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة التربوية والتربة والمنظومة التربوية مستقبلا. هذه الرؤية التي فيها تصورات بطبيعة الحال انطلاق من الحاضر وانطلاق أيضا من الماضي. ولدينا خبراء في هذا الموضوع، علنا نساعد وزارة التربية ونساعد كل الناس مسؤولين عن التربية بآراء واقتراحات جديدة. إن شاء الله الندوة هذه تبرز ويصدر عنها التوصيات ويصدر عنها الاقتراحات الفاعلة. دور التربية في المنظومة التعليمية مبحث جاد، وهو دعوة لإعادة الاعتبار للتربية كمرحلة أساسية، على أن التعليم هو مرحلة لاحقة تمكن التلميذ من مكتسبات ومعارف ما كان له أن يكتسبها قبل مرحلة التربية. إذن أطلب العلم من المهدي إلى اللحد مقولة تؤكد أهمية التعلم في حياة الإنسان وأن التعلم لا سن له. في هذا الإطار تتنزل مبادرة المنظمة العالمية للسلام والإنسانية التي قامت ببعث قسم لتعليم الكبار ومحو الأمية بمنطقة المزونة في سيدي بوزيد. بشغف وإصرار كبيرين يقبل عم الهادي على تعلم الحروف الهجائية خلال أول حصة دراسية يتلقاها في حياته داخل قسم لتعليم الكبار بعد أن شارف على الستين، قسم تم بعثه بمنطقة أولاد دلالة بالمزونة ببادرة من المنظمة العالمية للسلام والإنسانية. العلم باهي، وأنا العلم أساس الحياة، كيف نعمها لنا ربي وجدنا فرصة يلزمنا نقروا نكتب اسمي نشارك الناس معناها ندخلوا من علم الجهالة نطلعوا نحفظوا الويحة. إضافة إلى تعلم القراءة والكتابة، فإن قسم تعليم الكبار بأولاد الدلالة يؤمن أيضا للمتلقين أنشطة تربوية وتثقيفية متنوعة. مشروع متاع تعليم الكبار هو في إطار تشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا أول قسم اللي في الجمهورية التونسية اللي قمنا به في ولاد الدلالة، لكن المركز الأولاني كان مركز نموذجي في ولاية بن عروس المدينة الجديدة بدينه، لكن في إطار الجمهورية التونسية أول منطقة داخلية ندخلوا لها هي ولاد دلالة مزونة سيدي بوزيد. لأن العلم نور، فإن عم الهادي اختار أن يخرج من ظلمة الأمية إلى نور المعرفة وينهل ما تيسر له من العلم لينير دربه من أجل أن تصبح حياته أكثر إشراقا وأن يكون عنصرا إيجابيا في محيطه. للتلفزة الوطنية التونسية نوف الحرشاني، أولاد دلالة المزونة سيدي بوزيد. دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد مثل موضوع دورة تكوينية استهدفت العديد من مكونات المجتمع المدني وخصصت لولايات الشمال الغربي، موضوع وإن طرح فلا بد من معالجته من جانبيه القانوني والمؤسساتي، حيث أن محاربة هذه الظاهرة رهان يتنزل ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. المجتمع المدني ودوره في مكافحة الفساد مثل محور الدورة التدريبية الأولى مع المجتمع المدني بالشمال الغربي والتي احتضنتها مدينة الكافة. حاولنا نطور في برامج التكوين حتى نحسن نوعية الأداء على مستوى الجمعيات، خاصة الجمعيات المتكونة حديثا والجمعيات اللي ما عندهاش إمكانية أو لم يسبق لها المشاركة في الدورات التكوينية لتعزيز قدراتها في إعداد خططها الاستراتيجية أو في بعض النقاط القانونية لتتعلق بتقصي حول الفساد. هذه الدورة التدريبية تطرقت إلى الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد ودور المجتمع المدني في هذا الإطار على ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي وضعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أما دور
فيما يخص مكافحة الفساد وإلا في استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. فما الدور زجري هذا التشريعات وهذا القانون وعلوية القانون والقضاء واستقلال القضاء ونزاهة القضاء، وفما الجانب الآخر اللي هو الجانب التوعوي. وقد انتظمت بالمناسبة ورشات تدريبية تناولت تقنيات التبليغ والإشهار وآليات التقصي وسبل نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد والحد من هذه الظاهرة التي تنخر مجتمعنا وتهدد مختلف القطاعات والمجالات. هي في الحقيقة هي مهمة وطنية ومفصلية وحقيقية لعودة المسار الثوري إلى مساره الطبيعي، خاصة أنه اليوم في الخمس سنين ظهروا بالكشف أنه هناك لوبيات فساد أكبر حتى من الدولة، والمسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهنا دور المجتمع المدني، دور الإعلام أيضا أنه يجب أن يعطي الأهمية القصوى إلى هذه المسألة. وعي المجتمع المدني بأهمية مكافحة الفساد رهان تسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تحقيقه من خلال هذه الدورات التكوينية الإقليمية. نظم عدد من المواطنين صباح اليوم بساحة بردو قبالة مجلس نواب الشعب وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفض عودة الإرهابيين إلى تونس تحت شعار كلنا مهددون كلنا معنيون، استجابة لدعوة ائتلاف المواطنين التونسي. وقد رفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات وشعارات رافضة لعودة الإرهابيين من بؤر التوتر. ومن جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم الائتلاف بثينة الشيخ أن 35 جمعية التحقت بالائتلاف، وأن هذه الوقفة الاحتجاجية تضم دون حضور أي راية حزبية داعية المسؤولين السياسيين إلى إيجاد الحلول اللازمة لحماية المواطنين التونسيين. فما قانون الإرهاب اللي أصبح من الضروري تعاطي على أساسه. ثانيا فما مختصين اللي منفكوا منذ 3 سنين يقولوا راو جايينا وراهم راجعين لنا الإرهابيين، وراو ضروري أنه نتعاطوا معهم ونحضروا الأرضية للتعاطي معهم، من بينها كيفية بعد تفكير في الانتجراسيون متاعهم كيفاش يعاودوا يرجعوا. الهدف هو منع قانون التوبة، لا تسامح مع الإرهابيين. كل إرهابي تطأ خدمه أرض تونس يجب أن يحاسب، وحساب شديد حتى يكون عبرة لمن يعتبر. في الملف الاقتصادي الآن، خاص تمويل بقيمة 250 مليون دينار سيتم تخصيصه وتوجيهه لفائدة القروض الصغرى، هذا ما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الندوة الوطنية لجمعيات القروض الصغرى المنعقدة اليوم بتونس. هذه التمويلات سيتم منحها في إطار عقد بين البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية التي توزعها بدورها على أصحاب المشاريع الصغرى في كل الجهات بقيمة لا تتجاوز 5000 دينار للمشروع الواحد. كما بين الشاهد أن الحكومة ستعمل على إدخال إصلاحات على المدى المتوسط لترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى الناشئة، مؤكدا أن الهدف المنشود يتمثل في توفير موطن شغل لما يزيد عن 629 ألف عاطل عن العمل، ثلثهم من حاملي الشهادات العليا. وضعنا خط تمويل 250 مليون دينار لدعم هذه المشاريع الصغرى وهذه الجمعيات التنموية التي تقوم بدور كبير وكبير جدا. هناك اليوم 180 جمعية تنموية ناشطة، فدور الحكومة سيكون دعم هذه الجمعيات لأن هي هذيك تعتبر أذرع للتنمية في الجهات الصعبة، تقوم بعمل كبير جدا. فاحنا اليوم كنا متواجدين لدعم هذه الجمعيات. يعني الاستراتيجية الوطنية المبادرة الخاصة، كان هناك مجلس وزاري مضيق البارح حول هذا الموضوع كمعنى مبادرة أولى. الهدف هو شنو؟ هو قمنا بالتشخيص اليوم هناك ضعف أو نقص في ثقافة المبادرة للأسف، وهذا يرجع للمنظومة التربوية ومنظومة التكوين يلزم مراجعتها في هذا الإطار. ثم هناك عراقيل إدارية، وتعرفوا معنى الشاب اللي حاب يخلق مشروع اليوم يواجه العديد، يواجه تشتت الهيكل، يواجه إطار قانوني صعب، يواجه أيضا ضعف في التمويل. فهذوما التسويق ايضا مشكل مهم، هذوما تقريبا المحاور الاساسيه الذي سيقع الاشتغال عليهم لمعناه الهدف انه تكون هناك سلاسه في معناه خلق المشاريع. وتحت شعار مفاتيح تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات قصد اقتصاح أسواق جديدة محلية وعالمية، انتظم بجابس الملتقى الجهوي لتنمية المؤسسة، إن قدم المشاركون مجموعة من الحلول الممكنة لتحقيق هذه الأهداف وتجاوز عدة عراقيل وإشكاليات لدعم المؤسسات خاصة الصغرى منها.
الملتقى تضمن تقديم مجموعة من المداخلات تم التطرق فيها إلى الآليات المتاحة لتمويل المؤسسة ودعم قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها إلى السوق العالمية. حاولوا نعطيه ديزوتي للشركات باش يخدموا بهم، نخدموا على تمويل، نخدموا على تحسين القدرة التنافسية، وبعد نخدموا على فيخر الكونفرنس، نخدموا على نفاذ إلى الأسواق الأجنبية. عدد من أصحاب المؤسسات الذين شاركوا في هذا الملتقى أكدوا أن مؤسساتهم تتعرض إلى صعوبات عديدة، من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج. كلفة الإنتاج طلعت مقارنة بالقدرة البيع، لهذا معناتها فما يلزم تكون مراجعة كاملة باش نحددوا شنو مطالب المؤسسة تعمل وشنو الدولة زادة باش نجم تدعم المؤسسات هذه. مشكلتنا في التمويل وتوزيع المنتوج، وعندنا صعوبات كبيرة في تصدير المنتوج لبرا. إشكاليات تعمل بعض الهياكل على تدليلها، ومن بينها غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي. اليوم باش نعطوا إن شاء الله نقولوا انطلاقة جديدة لهذا التمشي هو التصدير. الملتقى الجهوي لتنمية المؤسسة تنظمه شركة IBN بالتعاون مع ولاية جابس وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، وأقيم تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. إشكاليات عقارية وأخرى اجتماعية لازالت تحول دون تنفيذ مشروع ربط الحوض المنجمي بالغاز الطبيعي مرورا بمجلب العباس من ولاية القصرين. وضعية معقدة تحيلنا مرة أخرى لتسليط الضوء على المسائل العقارية العالقة التي عادة ما تتسبب في تعطيل المشاريع التنموية، ما يستوجب الحلول العاجلة لها. في إطار المشروع الوطني للشركة التونسية الكهرباء والغاز لتزويد الحوض المنجمي بالغاز الطبيعي مرورا بمعتمدية المجلب العباس، برمج مشروع لتزويد المجلب العباس بالغاز الطبيعي بتكلفة تناهز 1 مليون دينار، إلا أن مشاكل عقارية واجتماعية حالت دون تنفيذ هذا المشروع. مشاكل عقارية واجتماعية، أنه أصحاب الأرض اللي باش يتم تركيز النقطة في أرضهم اعترضوا على تركيز المنفذ هذايا، وتم اختيار نقطة ثانية من طرف الشركة، إلا أنهم زادت عطلت مرة أخرى. نطالبوا السلطات المعنية باش تدخل فض المشكل هذا، باش تزودونا بالغاز الطبيعي اللي هو نورمالمون باش يوفر لنا برشا شغل خاصة في المنطقة الصناعية. وبما أني صاحب مشروع منتصب في مدينة مجلب العباس، التكلفة نتاع الغاز الطبيعي اللي نوفروها تساعدنا باش نخدموا أكثر عبيد وباش نكملوا ننجحوا المشروع نتاعنا. ولي القصري من جهته أكد أن الإشكال العقاري لهذا المشروع بصدد التسوية، وقد انطلقت الدراسات على مستوى مركزية. والله كانت فما إشكال عقاري، هو خاطر كانت القناة اللي بشيق عمدها من التزويد بالغاز لمنطقة سيدي عيش في قفصة، دونك منها هي صارت الديفياسيون للمجلب العباس. كانت فما إشكال عقاري والإشكال الحمد لله تفضل. ويعد الإشكال العقاري والإجراءات الإدارية المعقدة من أبرز الأسباب التي تساهم في تعطيل المشاريع التنموية بالجهة، ما يستدعي تدخلات عاجلة على مستوى مركزي. فلاحيًا الآن، يشتكي فلاح جندوبة من صعوبة ترويج البطاطا لضعف مسالك الترويج خاصة وإغراق السوق بمادة البطاطا المهربة. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالجهة بدوره طالب بضرورة تنظيم مسالك الترويج. مع انطلاق موسم جني البطاطا الآخر فصلية بولاية جندوبة، ألقت الإشكاليات المتعلقة بضعف الترويج وتدني الأسعار بظلالها على الفلاحين. عدد من أصحاب المستغلات الفلاحية وجدوا أنفسهم مجبرين على إتلاف محاصيلهم وحراثة الأراضي وتهيئتها لزراعة الحبوب، فيما تضمر بعضهم من ضعف مراقبة مسالك التوزيع بما أغرق الأسواق بالبطاطا المهربة. قاعدة تدخلك من الحدود، أنت كيفاش تعمل؟ كيف باش تروج؟ فهمتني؟ هاي المشكل، ثم مشكلة كبيرة معناها بالضبط نتاع مراقبة مسالك الترويج. البصل طايش، البطاطا طايشت، الجلبانة طايشت، اليوم البطاطا سعرها من 200 حتى 300 ملي. ما فماش مصروف باش يرجع غير نخلصوا اليد العاملة، نبيع فيه نخلص بيه اليد العاملة. مصروف هذه 7 هكتارات صرف عليها 43 مليون. كلها مشت 43 مليون وكلها مشت غير نخلص الخدامة. يومين الزسترونت ونص ربي ما عنده. يوميا ناخذ فيها من عندنا ما فيها في المارش جروب 370 نظيفه
فهمتني؟ لا تخلص لي انا، لا تخلصه هو، لا تخلص خدامه، والاكثر مضر فيها هو الفلاح. الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة انتقد ما اعتبره تهميشا للقطاع الفلاحي، ليتكرر مشهد إتلاف المحاصيل الفلاحية في كل موسم فلاحي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والمديونية الخانقة التي يعيشها القطاع. الموسم هذا صعيب برشا على منتجي البطاطا الآخر فصلية، المساحات كانت مساحات كبيرة أكثر من 2300 هكتار. الإشكال اللي صار هو أنه ثم فايض في الإنتاج في الفترة هذه، وأغلب الفلاحة تفرس باش تنحي البطاطا تاعها باش تزرع في بلاصتها الحبوب، هذاك علاش ثم إنتاج كبير. الإشكال أنه ما ثماش حتى البيوع، تول البطاطا بين 200 و300 مليم والفلاح ما جاش من باش يبيعها. ضعف في ترويج المنتوجات الفلاحية في كل موسم فلاحي بما أثر على مردودية القطاع وولد تذمرا لدى الفلاحين. العمل على استدامة التنمية في المناطق القاحلة والواحات وتثمين البحوث العلمية في هذا المجال مثلت محور ملتقى انتظم بجرجيس شارك فيه عدد من الباحثين من تونس ومن الخارج. عديدة هي البحوث العلمية التي أنجزها معهد المناطق القاحلة بمدنينا بهدف إيجاد حلول لإشكالات بيئية وتنموية تشهدها المناطق القاحلة والواحات، لا سيما تدهور المنظومات الإنتاجية الطبيعية بسبب الإهمال والاستغلال العشوائي لها. المنظومة الواحية والمنظومة الصحراوية هم في حد ذاتهم منظومات هشة، وزيد أكثر التأثير التغير المناخي باش يساهم في مزيد تدهور تلك المنظومات. إلى هذا الملتقى حمل عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين تجارب دولهم ذات المميزات الطبيعية والمناخية المماثلة في العمل على استدامة التنمية والمحافظة على الخصوصيات التي تشهدها المناطق الجافة والواحات. يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تعمل على التعرف على التسلسل الترددي للحمض النووي ومعرفة الجينات المسؤولة عن حمل هذه الصفات الهامة. كانت فرصة لتقديم عدد من النتائج حول دراسات قمنا بها لأشجار مثمرة. تمكنت من التواصل مع عدة باحثين وأساتذة في علوم الزراعة والعلوم الأخرى. في سنته الأربعين معهد المناطق القاحلة بمدنينا بحوث علمية وانفتاح على منظومات الإنتاج التقليدية بهدف المساهمة في إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة وتعزيز دخل المزارعين. تنفذ كل من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة وكونفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية وحرس المرور سلسلة حملات توعية لحث مستعمل الطريق على الالتزام بوضع حزام الأمان والتقيد بقوانين المرور في خطوة لمزيد الحد من حوادث الطرقات. النقل الآمن شعار الحملات التحسيسية التي انطلقت بمدينة قفصة لتوعية مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون الطرقات أثناء السياقة. إطار التحضير للندوة الدولية لـ 2017 للنقل الآمن، ومن خلال دراسة لمدينة قفصة من الاكتظاظ المروري ومرور شاحنات الفوسفات اللي تسببت في برشا حوادث، ومن خلال دراسة أيضا على سائقي التاكسي واللواجات قمنا بالتحضير لهذه الحملات التحسيسية التي تمتد على مدة الشهر كامل، وقمنا زادة باش نقوموا برسكلة السواق التاكسي واللواج والنقل الريفي في إطارها في نفس الإطار للحد من حوادث الطرقات. الحزام الأمني باش يولي إجباري بطبيعة الحال وباش يولي خارج وداخل المنطقة. حبينا نحسن المواطن قبل ما يبقى تطبيق القوانين عليهم. اليوم في إطار العمل بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية قمنا بحملة تحسيسية في إطار هذايا باش نوعوا العباد ونوعوهم من حوادث الطرقات اللي تمثل كارثة كبيرة ياسر في حوادث الطرقات. اليوم تقريبا كل يوم في تونس يموتوا 4 تقريبا قتلى من حوادث الطرقات، معناها من وهذه معناها تمثل نقطة فزاعة كبيرة ياسر ومشكلة كبيرة اللي بدنا نصدوا لها الناس كل. حملات تحسيسية لاقت استحسان مستعملي الطريق الذين أبدوا استعدادهم لوضع حزام الأمان في المناطق العمرانية في حال تم إصدار أمر بإجباريته. أنا ديجا عملت أكسيدون مورتيل
وما نقضتني كان السانتور، كان ما جيتش لابسه سانتور راني مشيت فيها. لا ما لا ما زالت ماشي اوبليغاتوار، هي تو كي تبدا اوبليغاتوار تو نولوا نعملوها حنايا عادي. اي ماذا بينا احنا نعملوها وما ثماش حتى مشكله، احنا ما تقلقناش عادي. اكثر من 1500 حادث مرور قاتل بالبلاد التونسيه خلال السنه الماضيه، رقم مفزع يدفع الهياكل الناشطة في مجال الوقاية من حوادث الطرقات لتكثيف برامجها التوعوية للحد من نزيف القتلى على طرقاتنا. في ورقتنا الثقافية مثلت الدورة السابعة لملتقى شباب السينما بقفصة إلى جانب عرض الأفلام فرصة للملاعين بالفن السابع للاطلاع على خفايا هذا الفن وممارسة هواياتهم من خلال عدد من الورشات في التكوين المختص التي سمحت لهم بالاقتراب أكثر من هذا المجال الفني الرحب. إقبال كبير من محبي الفن السابع شهدته الدورة السابعة لملتقى شباب السينما التي خيرت أن تؤسس الافتتاح بالفيلم الحدث زهرة حلب. اليوم باش نعمل الافتتاح تاع ملتقى شباب السينما، حبينا نعرفوا معناها بالسينما، حبينا نوروا الافلام الجديده. سناك خطوه جديده في ملتقى شباب السينما، ركزنا اكثر حاجه للانتاجات في الورشات، ورشه تكوينيه في التصوير الفوتوغرافي، ورشه تكوينيه في السيناريو، كذلك ورشه تكوينيه في الاخراج. في كل ورشه باش تكون جائزه احسن سيناريو، جائزه احسن معرض صور، وجائزه احسن فيلم قصير. هذه كفكره جديده في الملتقى. وصلنا المشوار من حيث نوعية الأفلام الكبرى اللي هي الأفلام الحدث. دورة جديدة تميزت بتنظيم ورشات تكوينية في مجالات السينما والتصوير الفوتوغرافي والإخراج. أما هواة السينما من شباب قفصة، الورشة هذه هي الهدف نتاعها باش نخرجوا بسيناريوهات مكتوبة، كل مشارك في الورشة هذه بشكل سيناريو تاعو، ومن بعد باش تنتهي بمسابقة بين أنا وأحسن سيناريو تكتب. حضرت قبل في ورشة تصوير فوتوغرافي، المرة هذه الاكسيبسيونيل اللي جيت أنا وبنتي، بنتي في ورشة تصوير فوتوغرافي وأنا في ورشة كتابة السيناريو مع سيسارتي. أربعة أيام من العروض السينمائية والتكوين المختص يؤمنها ملتقى شباب السينما لشباب يبحث عن متنفس لممارسة هوايته والتعريف بقدراته الإبداعية. زيارة الآن إلى معرض جربة للأثاث والمستلزمات المنزلية في مواكبة لفعاليات دورته الجديدة، فضاء شارك فيه عارضون من مختلف جهات البلاد في خطوة لمزيد تشجيع المواطن التونسي للأقبال على المنتوج التونسي في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة. معروضات مختلفة لمؤسسات تونسية وإبداعات الحرفيين في الصناعات التقليدية من مختلف جهات الجمهورية أثثت فعاليات الدورة الجديدة لمعرض جربة للأثاث والمستلزمات المنزلية، عرضت بأسعار تفاضلية وتسهيلات متعددة. على أساس جاي باش ناخذ موبيل البنوتة وإن شاء الله نلقى ما يعجبك. فيه وفيه، فيه مازال أنا ما درتش الكل، فيه درت شوية وفيه الغالي وفيه رخيص، وكل حد وين يحط روحه يلقى. بصفة خاصة نشجع المواطن باش يستهلك المنتوج التونسي، هذوما مستلزمات الرضيع والأطفال، معناتها الأثاث والمستلزمات الرضيع. احنا نخدم كل ما هو ديكور، كل ما هو نقش على الحجارة، كل ما هو يعني حجارة طبيعية وحجارة مستوردة، يعني فكرة نعطيو سيرتو خاصة للعباد اللي قاعدة تبني. الأسعار يعني تقريبا هي في متناول الجميع مع أسعار مدروسة. الحريف كي يدخل المعرض بيقولوا احنا يحس روحه مرتاح، معناتها كل شيء متوفر من السوم، معناتها من كل الطبقات، معناتها فهمت، موجود بيوت النوم من لما نقولوا احنا من تبدا من 1,800,000 تلقى حتى 3 ملايين 3.5 4 ملايين. هذه النسخة الجديدة من المعرض أراد منظموها أن تكون فضاء إضافيا لاختيارات المستهلكين ودعم المؤسسات الاقتصادية وصغار الحرفيين. ثم برشا عائلات يعني وعديد الشركات اللي تعاني بعض الصعوبات تحاول أنها تعرض منتوجاتها ومعروضاتها وتقربها للمواطن التونسي، يعني ورصدت لذلك تخفيضات هامة وهامة جدا تساهم من خلالها يعني تتزامن مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي. دورة اقتصادية جديدة علها تساهم مجددا في دعم ترويج المنتوجات التونسية في مختلف جهات الجمهورية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمختلف المواطنين التونسيين. إذن هكذا مشاهدينا نصل إلى خاتمة نشرة اليوم، نذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
أيوة دور للتربية في المنظومة التعليمية بحث متواصل ارتقاء الأداء البيداغوجي للمربي وتحسين مستوى التلميذ. المجتمع المدني بالشمال الغربي ومحاولة تحديد آليات ناجعة للتقصي عن الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة. مشروع تزويد مجد بالعباس إشكاليات بالغاز الطبيعي إشكاليات عقارية واجتماعية تحول دون تقدمه. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.